متابعينا متابعي طقس العرب في الأردن، أسعد الله مساءكم بكل خير. نبدأ نشرتنا بالتوقعات الجوية للعاصمة عمان خلال هذه الليلة، حيث يشهد الطقس صافي مع 11 درجة مئوية، الملموسة 10 درجات مئوية فقط، وبالتالي أجواء باردة بشكل لافت خلال هذه الليلة. الرطوبة 63%، أما الرياح تكون خفيفة لمعتدلة السرعة محليا. انتقل الآن تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة اليوم غد بإذن الله في باقي مناطق المملكة. يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة مقارنة باليومين الماضيين. إربد تسجل 25 ل 12، المفرق 27 ل 13، جرش 25 ل 10، وعجلون 23 إلى 10. المنطقة الوسطى البلقاء طقس صافي 26 ل 14، العاصمة عمان 25 ل 13، الزرقاء 27 ل 13، معدبة 26 ل 13، والبحر الميت 32 إلى 19. بالنسبة للمنطقة الجنوبية الكرك 22 ل 13، الطفيلة 22 ل 12، الشوبك 21 ل 13، معان 29 ل 17، أما العقبة 31 إلى 20. المنطقة الشرقية الأزرق 33 ل 17، الصفاوي 33 ل 17، أما رويشت 33 إلى 18. تابعونا في النشرات القادمة وللقاء.